السلام عليكم حبايبي حبوباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم مع الصيام؟ كي درتو مع رمضان؟ جيت اليوم بفيديو جديد ان شاء الله باش نتقاسم معكم واحد الطويجين ساهل ماهل ويمكن له يتزاد في الطبيله ديال الفطور تاع رمضان. وقبل ما ندوزو للمقادير غادي نتقاسم معكم واحد الهديه جاتني، هداتها ليا بنتي. هو بيتي طاجين الكتريك، كنت شحال هادي وانا عاجبني وانا باغياه، ودابا هو ديجا في الحقيقه علاه بزويناتو وخدات ليا الحجم الصغير لان هذاك الشيء اللي كنت باغيه نيت. ايوا نخليكم معايا تشوفوا الهديه ديالي. ايوا حنايا غادي نجربوا الطويجين مع بعضياتنا. بغيت ندير اليوم جنيوحات نتاع الدجاج بالفلفله الحمراء وبصيله وشويه نتاع الخضره اللي كانوا ديجا واجدين في واحد الطويصه هذيك ماسيدون دو ليغوم. وغادي ندير واحد الشكل ديال طويجين مقلي كما كلشي كيعرف. ايوا هانتوما معايا، عندي هنايا جنيوحات اللي هاني ديجا كنت درتهم شويه ديال العطريه وتبلتهم باش يشربوا شويه العطريه باش يجي فيهم المذاق. هنايا عندي داك ماسيدون دي ليغوم، راه ديجا الطويصات اللي كيكونوا كيتباعوا هكا بعض المرات في الحقيقه كينفعوا بزاف، كيعجبوني نستعملهم. غادي ندير لا بيغي دو طوماط، غندير القزبر، غير القزبر ما عنديش المعدنوس، غندير ان كوب، ندير بزار الملحه والبصله، وغندير واحد شويه نتاع الفلفله الحمراء باش يعطينا شويه ديال اللون والتويمه. ايوا هانتوما معايا، غادي نتبعوا لي زيتاب حتى نشوفوا فين غادي نوصلوا. ايوا غادي نشعلوه، غادي نديرو سيغ، غادي نديرو سيغ دو باش طهي يسخن باش نبدا التقليه نتاع البصيله والدجاج.
الحلوى كنبقاو كنخليوهم حتى كياخذوا اللوين ديال الدور اللي كنبغي، ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو للزيتاب الثانيين اخرى باش نكملوا الشيء الاخر اللي غنديروا. دابا غادي نشوفوهم فين وصلوا. وا كنظن خاصين، غادي نشوفوهم غنديرهم دو كوتي دابا يصل كيما هي كيما بغيتو، وغادي ندوزو للزيتاب الاخرى. دابا غادي نديرو بصيلة ديال البصلة، نخليوها تقلى شي شوية، وفعلا ملي كتقلى ليا البصيلة شوية هكا كنزيد عليها مطيشة ديالنا، كنزيد عليها مطيشة لا بيوري دو طوماط، طوماط كونكاسي هادي حتى هي. غادي نغطي ونخليها عاوتاني تقلى واحد 20 مينوت و 2 ونرجع نطلو واحد الطليله وهكا. دابا ملي تقلنا هذا الشيء شنو غادي ندير؟ غادي نزيد عليهم المعدنوس ديالنا، نزيد تويمه اللي هاني شلط الماء، ايوا غادي نديرو العطاريه ديالنا اللي منها البزار والمليحه، غادي ندير واحد الكوب هكا يعني طواجن ساهل ماهل لاي واحد يقدر يديرو، الدراري الصغار والعزارة البنيتات اللي عاد بادين، طواجن ساهل ماهل وفي الحقيقه هكا الكتريك والله الا سافو لا بين دو فير ان بيلو le sacrifice d'en acheter un. Allez, je l'ai là. نرد هاد لي زيل دو بولي ديالي ونردهم نستهم هكا، نستفوهم بالطريقة اللي كتعجبكم باش يجيو باش يجي الفيزيوال زوين والمنظر حتى هو يجي زوين، لحقاش هاد الطاجين غيتحط في الطبلة هكا. فوالا غنديرو له هكا، وغادي ندير عليه هاد الخضيرة، هاد الماسيدون دو ليغيوم انتما كتشوفو هنايا لي كاروت، كاينه الجليبينه، كاينه لاريكو فيغ، كاين واحد ليغيوم جمد موت واش ماشي اللفت هذاك، غنديرهم عليه كوم سا بحال هكا. باش يطيبو فيهم وبدنا الخضيرة حتى هي المهم كوم سا كيجي بحال هكا. ومن بعد غادي نكمل ندير نست في الفليفله ديالي باش هي اللي غادي تعطينا المنظر الزوين اللي كان نحماقوا عليه كلنا، ديك الفليفله الحمراء كتجي فينا كتعطي المنظر غزال، نست فيها شويه هكا، كل واحد يست كوم يل بو، كل واحد يدير كيما بغا، بغيتي ديروها كلها في الوسط ديروها كلها في الوسط، بغيتي تستوها هكا كيجي كتعطي عطير المناظر باش ملي كيتحل الطويجين كيجي مولاي كيشهي حتى ما فيه الجوع يجي الجوع. ديرها هكا قاعده تقطعتها هكا بلي لانيير، الا بغيتو تقطعوها دي غرو كاري حتى هي يمكن لكم ديروا دي غرو كاري، كل واحد يدير اللي كيبغي واللي كي. كنغطيو كنخليوه 25 دقيقه يطيب، ومني كنحلوه كنلقاو الدجاج ديالنا طايب والمريقه كاينه، داك المريقه راه غير داك الخضيره وداك البصله وداك جنيوحاتهم اللي طلقوا ديك الماء ديك المرقه، كننفسوه ونخليوه يتقلى واحد 10 ديال الدقائق باش يجي واقف.
ايوا كيجي مشهيتكم كيجي غزال تبارك الله كيجي كيحمق واحد المذاق وكل شيء فيه مزيان وفي الحقيقه الطواجن والله الا ما ندمتش عليه عاجبني بزاف بزاف وكنشكر بنتي على هذه الهديه ديالها والله الا فكره ديالها مزيانه ما عندي ما يتسالها واش غادي نقول لكم كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وان هذا الطبق يكون عجبكم وما تبخلوش عليا بلايك وبابوني